اسف على الازعاج. لك شو ازعاج ما ازعاج، انت من نطلع من غرفتها. الو مرحبا علي. رجع رجع لشوف. رجعوا حطوا الخشبه ولا ما حطوها؟ ليش مين بيسترجي يقرب على الكهرباء؟ يا اخي شيلنا من سيرة الخشبة هلا. انت دير بالك على صحتك. ماشي خلاص خلاص. حطهم ايدك هلا تبتكس رجع على غرفتك. تليفون ضروري ما خليتيني افهم منه. بعدين بتفهم، هلا مو وقت تليفونات. دير الله يمرقك من هالمصيبة اللي انت فيها. لازم اعرف، تصليلي فيه خليني افهم منه. لو ما طبشتي السماعة كنت بغرفتي هلا عم بشخور. ما حدا سائل اذا ما رحلوا فيها بني ادم هون الصفرة ما بيقتنعوا. شو بدك بهالعالم، دير بالك على صحتك هلا. ايه هون خضرة، هون الشرطانة بعيدة 50 سم عن الحيط، يعني بيروح فيها الواحد بدون ما يحس. مو مشكلة، بدك تطول بالك كم يوم بما تكون انت بالسلامة، وبعدين بتتابع الموضوع مثل ما بدك، بس اياك تقوم مرة ثانية، ترى شغلتك ما فيها مزح ابدا. لا بعجبك، انا بدي اوصلها للوزير، إذا ما وصلتها لفوق ما بتنحل. نعم لا يعني إذا ما في واسطة الواحد ما بيردوا عليه. يا أخي ماني مريح. لا لا بدي حلها أنا، أنا لازم حلها. يا أخي ما بدي نوم يا أخي. نعم أنا ما بدي. ما رح نوم، كبرت براسي وما رح نوم. عم أقول لك ما رح نام يعني ما رح نوم. أنا كبرت براسي أكثر منك بدك تنام. ما رح يا ضنام لشوف شو معنا شغلة غيرك منك؟ إيش؟ أنا ليش سكتت له؟ كان لازم أضربه. بدي رنها حتى تجي مشان أضربها. شو بدهم واسطة لحتى يجوا؟ أنا طالع عليك. كم مرة بدي دق لك لحتى تردني؟ 100 مرة صرت رن لك، ليش ما عم تردني؟ الجرس معطل، لك شو بدك؟ لك ما لك نيمتها؟ شو بدك تضل مثل البق لا بتنام لا بتخلي حدا ينام عامل لي طرزان يلا طالع فايت، يا أخي وقت نعمل لك بقى. أنا طرزان ناقصك جنزير بتصيري دبابة، بدي ورقة وقلم. لا شو الورقة والقلم؟ روح هلا نام والصبح بتجيب لك ورقة وقلم على راسي. لك يا روحي يا قلبي، لو ماني مضطر كنت قلت لك بدي ورقة وقلم. طيب ماشي روح على غرفتك وهلا بجيب لك ورقة وقلم. بدي ورقتين على راسي، ورقتين وقلمين، بس روح على غرفتك.